مساء الخير عليكم أعزائنا المشاهدين، برحب بكم في أولى حلقات برنامج ساعة معايا. برنامجي هيتكلم عن القضايا الاجتماعية وعن زوايا الحياة المختلفة. هنتكلم مرة عن الصحة ومرة عن الرياضة ومرة عن الدراسة وغيرهم، شؤون كتيرة جدا إن شاء الله. موضوع حلقتي النهاردة بيخص طلاب ثانوية عامة. اولا مبروك ان انتوا عديتوا السنه الصعبه دي. انا عارفه ان هي بتكون سنه بتحط علينا حمل كبير جدا، وكل اللي حوالينا بيتعامل على انها سنه محور مهم في حياتنا، فبيبداوا يحطوا علينا مسؤوليه. فلكل حد نجح والاوائل وكل اللي عدى المرحله دي، انتم كنتم قد المسؤوليه اللي اتحطت عليكم، فالحمد لله. دلوقتي احنا عايزين ناخد نفس ونستعد للمرحله اللي بعدها. هنتكلم عن التجربه الاولى من مراحل حياتنا المختلفه. عايزه اكلمكم ان انا عارفه ان في كنتوا حاطين كتير احلام وانتوا بتجتهدوا خلال السنه دي، بس المجموعه جه فرق درجات بسيطه حسسكم ان خلاص كده الاحلام اتهدت وما عادش فيه خلاص مستقبل، لان احنا بنبقى راسمين لنفسنا كليه معينه وخلاص انا مستقبلي هيطلع مترتب عليها، فلما الكليه دي بتغيب احس ان انا كمان مستقبلي غاب. والحقيقه ان الموضوع ده مش صح، دي مش هتكون نهايه العالم. جبت لكم النهارده ضيفتي هتكلمكم عن التجربه دي. كان نفسها تدخل صيدله بس فجاه لقيت نفسها في اعلام، وسبحان الله لما القدر حد بيها الطريق تاني اكتشفت لنفسها موهبة جديدة، موهبة حببتها تماما في ان هي لقيتها، ونسيت صيدلة تماما، نسيت ان هي كانت عايزاها بالرغم ان هي كانت حلم للطفولة عندها. معايا شيماء سيد، شابة صغيرة اتقنت فن التعليق الصوتي. اهلا يا شيماء، ازيك؟ اهلا بيك، عامله ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله. عايزين نسمع مقاطع صوتية لشيماء وهنرجع لكم من جديد. شيماء، الحقيقه انا مبسوطه جدا باللي سمعته ده، انت لازم تكلميني على الصوت الرائع ده. ربنا يخليك. انا بحاول، يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا اطور من نفسي، ان انا اعمل حاجات جديده، اسمع كتير. دي الحاجات دي اكيد بتفيدني كتير قوي في مجال الفويس اوفر عموما. تمام شيماء، عايزه اسالك سؤال، هو ليه اغلب الطلبه بتحط دايما في اعتبارها ان انا عايزه صيدله، طب، هندسه؟ قولي لي ايه قصه شيماء مع صيدله، ليه كنتي حباها اصلا؟ هقول لك، بصي، من واحنا صغيرين دايما الاهل بيبقوا اللي هو ايه، اول ما تدخلي المدرسه لازم، لما تكبري وتدخلي جامعه كليات القمه لازم تدخلي لي يا هندسه يا طب يا اسنان، الحاجات دي كلها. دايما ما فيش للاهل ان هم يكون، يعني يسيبوا الطفل هو يختار عايز يبقى ايه. أيوة. عايز يبقى شاف، عايز يبقى مغني، اي حاجه من دي. فللاسف لا، هو انت لازم تدخل كليه قمه. فانا زي اي طفله طبيعيه بيتحفر في الطفوله بالظبط. فاول ما كبرت بقى ودخلت الثانويه انا هو خلاص بقى عايزه ادخل صيدله. حتى من وانا صغيره كنت حابه الموضوع، بحب دايما العب مع اخواتي ان انا ابقى دكتوره واستنى اعمل لك الدواء ده عشان تاخده. ايوه، فكنت دايما حابه الموضوع جدا، واجتهدت كتير بقى وذاكرت في ثانويه عامه عشان خلاص عامله حسابي مسستمه دماغي ان انا هدخل صيدله. بس طبعا للاسف مجموعي ما جابش، فالقدر بقى ايه، حولتي بالظبط، دخلت تاني. اعلام. بس طيب يا شيماء، تقبلتي الموضوع ازاي؟ اكيد بنزعل لما بنبقى راسمين لنفسنا حاجه وبتروح. اكيد طبعا، اكيد. بصي، انا بصراحه في الاول ما تقبلتش خالص الموضوع، يعني كنت متضايقه جدا، واللي هو لا ده مش مجموعي، وانا خلاص انت بتبقي بانيه حلم على حاجه وفجاه بتلاقيه مش موجود. فقعدت فتره كده كبيره لحد ما، حتى قبل التنسيق كمان قعدت فتره كبيره جدا عماله افكر اعمل ايه. طب ايه الكليه اللي انا هدخلها، لان انا حتى مش في دماغي اي حاجه، محتاره. بالظبط. فبس عملت التنسيق وجالي ان انا ادخل اعلام. ما كنتش مبسوطه ولا كنت حابه اصلا ان انا ادخلها، لان ما كانتش في دماغي. بس سبحان الله، يعني دخلتها واتبسطت جدا، وبحمد ربنا بقى دلوقتي ان انا ما دخلتش صيدله. الحمد لله. طيب دلوقتي في ناس لسه ما شافتش الحاجه اللي تخليها اقتنعت بالطريق التاني وخلاص قررت طب الكليه هي انا مش عايزاها، خلاص انا ممكن حتى اروح وما احضرش واذاكر اي مذاكره وما يبقاش مبسوط. فاحنا ازاي نخليها تقبل فكره ان في طريق تاني هو خلاص هيسلكه دلوقتي؟ بصي، انا معاكي ان هو اكيد هيكون متضايق جدا ان مجموعه ما جابش الكليه دي، بس ما يخليش الفتره دي تاخد حاجه كتير من حياته، او ما يبقاش يخلي الموضوع ياثر عليه سلبي. لا، انت ممكن تدخل الجامعه عادي جدا، ممكن اصلا تلاقي عندك موهبه انت ما كنتش شايفها او مش مكتشفها، ممكن تلاقي نفسك في الكليه دي وتحبها اكتر. فبالعكس، ما يتضايقوش خالص. اي حد مجموعه ما جابش الكليه اللي كان نفسه فيها ما يتضايقش اطلاقا، يدخل الجامعه اللي ربنا كتبها له. والمهم ان هو يجتهد، يعرف يكون صداقات كويسه، لان هي اهم فتره، يعني اهم فتره فعلا هي فتره الجامعه، هي اللي بتحدد بقى شخصيتك وبتكونها. فبالنسبه لي دي اهم حاجه، فما يتضايقوش خالص ويدخلوا هم مبسوطين ومرتاحين يعني. طيب تمام. طب على ذكر الموهبه والاجتهاد، ننمي الموهبه بتاعتنا ازاي، خاصه ان احنا مش بنبقى بروفيشنال فيها ومش بنبقى احترافيين فيها، فاعمل ايه عشان اثقلها او انميها؟ بصي، دلوقتي من غير ما، لو هتقولي لي مش معايا فلوس اروح اخد كورسز وانمي نفسي وكل الكلام ده، لا عادي، ممكن اليوتيوب او اي مواقع التواصل الاجتماعي مليانه فيديوهات ممكن ان انت تنمي اي مهاره عندك من عليها بكل سهوله.
في وقت فراغك. يعني انا مش بجبرك ان انت تنمي مهاراتك وتروحي تاخدي تروحي الجامعه وتدرسي حاجات قد كده، لا، انت ممكن في وقت الفراغ تفتحي اي حاجه، حتى لو يعني مثلا اهم حاجه بالنسبه لي من الحاجات اللي تنميها الانجليش، اللغه الانجليزيه مهمه جدا ان انت تنميها. فطبيعي جدا ان انت ممكن تدخل الجامعه، لان ده كمان هيفرق معايا لما يتخرج او لما يقابل بقى الحياه العمليه. فممكن ينمي الانجليش بتاعه بكورسز ياخدها من البيت في اوقات فراغه، ده هيفيده وهيساعده كتير، هيخليه عنده ثقه بالنفس انه قادر يتكلم ويروح ويجي وعارف يتعامل مع الناس. فدي اهم الحاجات يعني. تمام، حلو جدا. طيب دلوقتي خلاص احنا ممكن عدينا فترة اللخبطة وان احنا تقبلنا سنة ان احنا هندخل على كلية تانية. قولي لي بقى، انا عايزة دليل يبقى مع الطالب كده وهو رايح سنة اولى جامعة، خاصة ان هو بيقابل مجتمع مختلف تماما عن الثانوي، والدروس وطريقة المذاكرة بتبقى مختلفة تماما. فنصايح بقى، يعملوا ايه اول يوم الجامعة، اول سنة يعدوها ازاي كده؟ بصي انا هقول لك، انا اول يوم الجامعة بالنسبة لي اسوأ حاجة مريت بيها ان انت بتبقي واخدة الجدول في خريطة، يعني ماشية عاملة زي الخريطة كده، ماشية بتدوري فين المحاضرة بتاعتي فين. فلا، انت ممكن تصوره على موبايلك وتسأل، انك تسأل مش عيب. اهم حاجة ان هو يعني بعض النصايح هقولها لك من خبرتي، ان هو يروح قبل المحاضرة بشوية، لان طبيعي هو لسه مش عارف فين المبنى ده فين المحاضرة دي، فيروح قبلها بشوية يسأل فين المحاضرة، ما فيش مشكلة، او دي حاجة ما تعبوش يعني. برضو حتة اللبس يعني، ايوه مهمة جدا، البدل اللي بتتلبس اول يوم ما دي بنبقاش عارفين نلبس ايه بصراحة. هي ملهاش علاقة، انت ممكن تلبس نفس اللبس اللي انت بتلبسه. يعني البدل او الحاجات الفورمال دي بتبقى اكتر لو انت عندك برزنتيشن او حاجة مهمة، فبتحتاج ان انت تلبس بدلة او حاجة كده فورمال. البنات برضو كذلك. أيوة. الكعب الكلام ده لا برضو خالص، ان هو المفروض ان انت تبقى لابس لبسك الطبيعي خالص، يعني اهم حاجه، عشان شكلك بيبقى ملفت وباين جدا لكل الناس ان انت لسه طالب جديد. والدفعات الكبيره بتبقى عارفه الموضوع ده، وتتنمر بقى اللي هو احنا جايين عشان نشوف سنه اولى وهي داخله الجامعه. أيوة. فانت ابعد عن كل الحاجات دي وادخل عادي جدا وبلبسك الطبيعي، مش محتاج منك انك تتكلف زياده عن اللزوم، فاهماني؟ لا، ادخل عادي، خلي لبسك طبيعي. ممكن يدخل في نشاطات طلاب، دي هتفرق معاه. أيوة. جدا صح. الموضوع ده مهم قوي، لانه كمان الاشخاص الانطوائيين او المش اجتماعيين في الجامعه بيواجهوا صعوبه فظيعه، وانا كنت منهم على فكره. انا كنت في سنه اولى فعلا كنت ما بعرفش اتعامل مع الناس، او مش بعرف ان انا اجي اقول لك ازيك عامله ايه واكون صداقه معاكي. فلازم انت الاول تيجي تتعرفي عليا، فاكتشفت الموضوع ده لا غلط تماما. حاولي ان انا اتكلم، يعني حاول ان انت تتكلم مع اللي قدامك، يعني تتصاحب عليه تعرفه، لان انت اول يوم ده هو اهم يوم. ايوه، لانه كله بيكون بعض بالظبط، كله بيكون بقى جروبس، يبقى خلاص كله عارف انت مع مين، فانت أيوة. بتلاقي نفسك في الاخر لوحدك. فدي حاجه برضو مهمه جدا يعني. تمام. طب المحاضرات والكراسه، كتير كان بيتقال لنا اكتبوا، طلعوا الكراسه واكتبوا في المدرسه. انا واحده من الناس ما كنتش بعرف ايه اهميه الكراسه اللي انا اطلعها واكتب. بس في الجامعه قولي لي، يعني لو انا عايزه افهم المحاضره كويس، او لو انا خايفه شويه من ان الدكتور ده ما يفهمنيش، فاعتمد على نفسي ازاي، خاصه ان ما فيش حاجه تلحقني بره، انا اللي هلحق نفسي بمذاكرتي او بحضوري. فاعمل ايه عشان افهم نفسي كويس اللي انا خدته؟ بصي، هو اهم حاجه كل الناس اللي خارجه من ثانويه، انا عارفه ان هم عندهم كبت ومحتاجين، هم بقى انا خلاص بقيت حر، انا هدخل الجامعه هقعد اعمل هعيش حياتي، ذاكرت الثانوي ارتاح. ما في الجمله دي غلط تماما، عايزه اقول لك يعني هو انت هترتاح هو، بس لا مش للدرجه دي، في تعب اكيد وفي مذاكره وفي كل حاجه. فانا مش بقول لك ادخل بقى بكراسه واكتب واعمل كل الحاجات دي، لا، مش مطالب منك اي حاجه من دي. انت بس ادخل احضر المحاضره ساعتين مش اكتر، عندك بقيه اليوم تقدر تخرج مع صحابك، تاكل، تتفسح، تعمل كل اللي انت عايزه. بس وقت المحاضره ادخل ركز فيها واكتب ورا الدكتور الحاجات المهمه، لان ده هيفرق معايا. ليه بقى؟ هيجي قدام ساعه الامتحان او كده ممكن ما الاقيش حد يعمل له ملخصات، وخصوصا الاشخاص اللي بتعتمد على غيرهم، سواء بقى في مشاريع، عامل لي مثلا المشروع ده. ايوه، نوعيه الطلبه دي عايزين نتكلم عنها بشكل مفصل شويه، دي ده موضوع كبير بجد، اللي هو اكتب اسم معاك في المشروع، طب مش عارفه ايه، لا الكلام ده كله لا. انت مش محتاج حاجه غير ان انت تاخد كشكولك او كراستك وتروح تحضر المحاضره وتركز فيها ساعتين، بعد كده عندك بقيه اليوم تعمل فيه كل اللي انت محتاجه. فحاجه مش صعبه، صح؟ يعني حاجه سهله وبسيطه جدا. فكل اللي انتوا تعملوه روحوا احضروا ساعتين واعمل اللي انت عايزه بعد كده، لان ده هيفرق معاه قدام في الملخصات في الامتحانات، هيبقى زي ما تقولي كده مش هيتحوج لحد، فاهمه؟ اللي هو اديني ده او اعمل ده او كده بس. طيب يا شيماء، بيبقى في الجامعه اغلب الشغل بيبقى تيم ورك، او ان احنا شغالين مع بعض، بنعمل المشروع سوا. في ناس اولا بتبقى الموضوع ده بينقسم لجزئين، اولا ببقى هايبه الناس اللي معايا، ببقى خايفه اولا اسال في المحاضره، دي حاجه، وببقى خايفه ادخل الجروب اشتغل معاهم، وخاصه لو كنا بنتكلم ان في شخصيات انطوائيه، فازاي يعود نفسه على الجو ده؟ عشان كده انا بقول لك اول يوم مهم جدا. اول يوم جامعه ده اهم حاجه. ليه؟ لان انت لما هتتعرف على ناس،
او حتى مش بقول لك روحي اتعرفي على الجامعه كلها، شخص او اتنين هينفعوك بعد كده، هتدخل مثلا في جروب الطلب من في سوري في مشروع طلب منك فهتعمله معاه، بعد كده الجروب يبدا يكبر ويكبر ويكبر، فانت اصلا من الاساس كونت صداقات، فاهماني؟ انما لو انت من الاول ما دخلتش قعدت مثلا اول شهر ولا اول اسبوع مش عارف تكلم حد ولا تتعامل مع حد، في ناس بتقعد اول سنه تماما. انا عارفه، وعلى فكره الموضوع صعب جدا، عارفه الشخص الانطوائي بيبقى صعب جدا ان هو يتعامل مع الناس. لكن بس برضو هقول لك على حاجه، في الجامعه هتقابلي كل الناس، فعشان كده لو انت حتى شخص انطوائي هيجي لك شخص تاني اجتماعي يتكلم معاكي ويصاحبك، فاهماني؟ يعني اقعد كده براحتي وما اشيلش هم حاجه، مش يعني انا هقعد لوحدي بقى. لا 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 خالص بالعكس، وفعلا انت هتعرفي بقى تتكلمي وتتعاملي، الموضوع بسيط. هو بس مش عارفه ليه الناس كلها بتخاف ان هم احنا داخلين مرحله جديده، خايفين ومتوترين من اول يوم ده بالذات، فلا خدوا الموضوع كده ببساطه وما فيش حاجه، الموضوع مش مقلق خالص. تمام. طب في نوعيات طلبه كده دايما واحنا داخلين الجامعه مش عارفين اي حاجه، فبنسمع واحد دايما يجي لك يقول لك الدكتور ده صعب قوي، الماده دي صعبه، بصي هتسقطي. في نوعيات طلبه كده كتيره بتعدي علينا، وفي اللي انت بتقولي عليه هات الاساينمنت بتاعك او هات التكليف بتاعك، المشروع بتاعك حط اسمي فيه. فالمفروض انا اصاحب مين، اتجنب مين، اتعامل اصلا ازاي؟ بصي اعتقد ان احنا كبار كفايه ان احنا ندرك الشخصيات اللي قدامنا دي كويسه ولا لا. فانت من الاول كده بتبقي عارفه الشخص اللي قدامك هو كويس ولا لا. ليه بقى؟ لو انت شايفه ان الشخص ده مش كويس وكملتي معاه، زي ما في جمله كانت تقال الصاحب ساحب. ايوه صح. ففعلا الجمله دي حقيقيه 100%. فايا كان الشخص ده، لو كان وحش هيجرك معاه للوحش، لو كان حلو هيجرك معاه للحلو. فمن الاول انت شايف اللي قدامك قادر تحكم عليه هو كويس ولا لا. ففكره ان انت تبقي مصاحبه ناس كويسه او جروب كويس ده هيفرق معاكي طول حياتك بعد كده. فدي اهم حاجه ان انت تختار من الاول. ايوه. بس بالنسبه لموضوع المشاريع برضو، انت كل ما هتكون في جروب كل ما هتعرف تتعامل مع الناس، كل ما يعني في ناس مثلا عندها قله ثقه انها تقوم تعمل برزنتيشن قدام حد. ايوه صح. انا عارفه انها صعبه جدا بس ده اول مره. لما انت تكون مثلا في محاضره قاعد قدامك ثلاثه او اربعه انت عارفهم والباقي مش عارفهم، بص في عين الناس اللي انت عارفهم وانت بتعمل برزنتيشن، هتلاقي نفسك الدنيا تمام ومطمن. دي ده هيديك ثقه. انا برضو كان عندي مشكله في الحته دي. فكنت دايما ابص للناس اللي انا عارفاها وانا قاعده عشان ما اتوترش، فده كان بيساعدني قوي. بعد كده انت خلاص بتتعود مره في مره، الموضوع بيبقى سهل وده بيديك ثقه كبيره جدا في نفسك. طب عايزين نتكلم شويه بخصوص التوتر، يعني على جروب الواتساب ليله الامتحان. ده كارثه. ده كارثه. الدفعه بتعمل جروب كده واحنا بقى بنضيع في النص. لا لا لا، ده يعني انا نصيحتي اعمل ليفت على طول من الجروب، يعني بجد والله. لان بصي بيجي قبل يوم الامتحان، هي دي الحته دي ملغيه، الدكتور ده مش عارف اعمل ايه، فليه التوتر ليه؟ هو بصي يعني ما تتكلميش فيه. انا كنت بعمل كده، انا ما كنتش بتكلم خالص في الجروب. انا لو في حاجه مهمه بعتوها بركز فيها او باخد الملخص منهم وخلاص، مش بقعد اتكلم، مش بقعد اركز مع هما اللي بيقولوه، لان التوتر ده اكتر حاجه ممكن تقلق الواحد. بالظبط. فلا بالنسبه لجروب الواتساب ملوش لازمه، ولو ليه لازمه يبقى تاخد منه الحاجات المهمه وخلاص. يعني عامه وانا داخله المجتمع ده ما صدقش اي حاجه تقليه، ما صدقش اي حد، الانطباع بتاعنا اللي كونه. لا 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 خالص. انا عايزه احكي لك على حاجه، انا دايما كان في الجامعه دكتور بدون ذكر اسماء طبعا، كان كل الناس بتقولي اوعي تاخدي معاها الماده دي، دي دكتور مش عارفه ايه، دي بتسقط، ده كل اللي خدوا معاها سقطوا مش عارفه ايه. طب انت على اي اساس حكمت؟ انت أيوه. ادخل وجرب بنفسك. فعلا خدت الماده، انا من اول مره عايزه اقولك ان انا حبيتها جدا، دكتور شاطره جدا، شرحها كويس قوي. فانتوا بقى مين بقى، فين الناس اللي كانت بتقول انها وحشه؟ تعالوا. من اي اساس بتحكم؟ فاهمه؟ أيوه. فلا يعني ما تسمعش كلام حد خالص، حتى لو دفعه اكبر منك هي اللي جت قالت لك، يعني بتوع ثالثه مثلا او رابعه بقول لك ايه، انا هقول لك المواد دي ابعد عنها خالص. احنا بنصدق دايما ان هو عشان بنبقى طيبين كتير في المكان ده، فخلاص هناخد طيبين وسلمين على نياتنا. لا 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 ما انصحش خالص، ما انصحش خالص بجد. اصل كده كده ماده وهتتاخد، فمن الاول ما تسمعش كلام حد، خدها وادخل بقلب جرب. طب بالنسبه للملخصات، لو حد عمل لي ملخص وانا برضو واثقه فيه، يعني ده بصي بيعمل ملخصات، هي بتنفع، هي بتنفع في اوقات، مش هكدب عليكي الملخصات بتنفع، بس على حسب برضو الشخص. يعني مثلا دحيح الدفعه بيعمل ملخصات وبيعتها هعتمد عليها، بس برضو مش الاساس، مش الاساس اللي انا بعتمد عليه. عشان كده بقول لك حضورك ساعتين تركيز بس مع الدكتور وكتابه معاه وراء او الحاجات المهمه دي افيد لك، يعني مش هتخسري حاجه. افرضي ما لقيتيش الشخص الدحيح اللي يديكي الملخصات دي، فاهمه؟ هتعملي ايه ساعتها؟ ايوه. فبس فالموضوع بقى بيمشي كده، يعني هو والله الموضوع بسيط فعلا، ما فيهوش اي حاجه. المهم ان هو يدخل يحاول من اول يوم ان هو ما يتوترش، يعمل صداقات زي ما قلت لك، دي هتنفعه. النشاطات بتاعه الجامعه مهمه جدا، هتنمي ثقته في نفسه، هتخليه يبقى عارف على الاقل طبيعه العمل لما يشتغل بره.
ليه بقى؟ لان انت لما بتبقى في جروب مثلا في نشاط طلابي بتحاول ان انت تشوف العمل اللي بنعمله، بتبقى مثلا ليدر على حد، فبتحاول ان انت تتاقلم شويه على طبيعه العمل بره بعد كده لما تتخرج، فهتفرق يعني. ده معايا بيسهم كبير جدا في شخصيتي حتى. صح، بس بشرط انها ما تاثرش طبعا على شغلي او على حاجتي يعني في الجامعه، على مجهودي. ايوه، في ناس فعلا كانت في ناس بتقعد 24 ساعه تحت وما بتطلعش تحت المحاضرات، وانا بقى انا بعمل نشاط طلابي. أيوة. فلا، الموضوع ما بيمشيش كده، اكيد لازم يبقى في موازنه. الموازنه اهم حاجه. طيب لو عايزين في النهايه كده نديهم خطوات او نصايح يعدوا بتجربه سلمه، يعني سنين الجامعه دي تعدي بسلام، لان في ناس بتقول لك كانت سنين وحشه وحوارات ومشاكل، فاحنا نقول لهم ايه؟ 1 2 3 امشوا عليه، تحيوا حياه سالمه في الجامعه دي. بصي، اهم حاجه يعني انه بجد يعني اكتر حاجه انا زعلانه عليها ان انا اتخرجت من الجامعه، مع ان انا اكتر واحده كنت بقول امتى اتخرج من الجامعه وامتى اخلص عشان اشتغل وامتى مش عارفه ايه، بس فعلا دي احلى سنين حياتكم، احلى ذكريات هتعملوها، فبجد ما تتضايقوش وادخلوا الجامعه وانتم مبسوطين، اعملوا صحاب، اعملوا ذكريات، لان هتفرق معاكم جدا لما تتخرجوا وتفتكروا ده ايام زمان بقى وايام الجامعه وكده. النصايح اللي انا هديها لهم هي زي ما قلتها لك، اهم حاجه اول يوم، لان اول يوم ده هو اللي بالنسبه لهم هيبقى اهم حاجه، يعني هما يدخلوا لابسين لبس عادي، يعرفوا ينقوا اصحابهم، ينموا مهارات، يحاولوا يشتغلوا على نفسهم في اوقات الفراغ، مش شرط انجليش، ممكن هو اصلا يبقى عارف انجليش، ممكن ياخد لغه تانية هو بيحبها زي الكوري، التركي، الياباني، انت مثلا عندك ميول للغه معينه اتعلمها، نمي نفسك. بالظبط، الموضوع ده هيفرق معاه جدا. ايه كمان؟ الميك اب طبعا، والحاجات كل ما تبقى ده بالنسبه للبنات، كل ما هتكوني بسيطه، كل يعني مش لازم تتجملي، كل ما هتكوني بسيطه كل ما هتكوني احلى على طبيعتك اكتر. بس واهم حاجه برضو، في حاجه عايزه اضيفها ممكن تبقى كوميديه شويه، الاكل. يعني في ناس كانت بتتكسف تجيب اكل معاها من البيت، واللي هو ايه ده؟ أيوة، بتلاقي دايما يا شمال كافيتيريا مليانه بالظبط المدرب فاضي. ايوه، لا 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 يا جماعه، لا والله، يعني على فكره عادي، يعني انا كنت بجيب سندوتشات معايا، في فئه كده من الناس مش هقول عليهم متنمرين، بس اللي هو يقول لك ايه ده، انت لسه بتجيب سندوتشات معاك من البيت ليه؟ مش انت لسه طفل ولا ايه؟ فيا جماعه ما تاخدوش على كلام حد، بلاش يعني تعملوا حاجه مش شبهكم. طول ما انت عارف ناس شبهك، وطول ما انت عارف تتاقلم معاهم، هتعرف ان انت تعيش حياه حلوه وتعمل احلى ذكريات في الجامعه. تمام. بس يعني عايزاهم يكونوا مبسوطين وما يتضايقوش خالص، وان شاء الله يدخلوا كده يبقى سنه حلوه عليهم وبس. شيماء، بشكرك جدا على حضورك، والحقيقه استمتعت، اتمنى ان كل اللي سمع شيماء بقى عنده خلفيه كافيه عن الموضوع. وحابه اختم معاكم الفقره دي اقول لكم، ما تعيشوش السنين دي وانتم متضايقين او خايفين، في لحظه ممكن الايه تنقلب ودي تبقى احلى سنين حياتكم، فادوا التجربه حقها. احنا دلوقتي هنطلع فاصل وهنرجع لكم من جديد.